نحن نسينا البيوت، نسينا القعده، انه واحد شلون يقعد بيسند ظهره على حيط. أبو زياد من الغوطة الشرقية. نحن تهجرنا السنة الماضية بالشهر الرابع تقريبا. نحن كنا قاعدين هجرنا الأسد، نحن بعد 6-7 سنين هجرنا وتشردنا، وهلا الحمد لله يعني قدمونا هيك بيوت صاهية على العظم، بس يعني مقبولة الحمد لله. في باب، في شباك، في يعني أمور أحسن من أول بكثير الحمد لله رب العالمين. المخيمات وضعها كثير قاسي، يعني عانينا بالمخيمات بالبرد، الشوب قبل البرد اجينا اجى علينا فصل الصيف، عانينا معاناه كثير قاسيه، واجى علينا فصل الشتاء كمان نفس الشيء. لسه فصل الشتاء كان اصعب، الهواء والمطر والسيول اللي تفوت علينا، وعلى طول ما نعرف شلون بدنا نبرك نقعد، يعني وضع كثير كثير قاسي.